دير الزور احتراق أحد المنازل نتيجة القصف الهمجي والعشوائي براجمات الصواريخ من قبل عصابات الأسد. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. احتراق أحد المنازل نتيجة القصف الهمجي والعشوائي من قبل عصابات الأسد براجمات الصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. دير الزور شبكة أنصار الحق الأخبارية.